نشوف اليوم هو 133 عام، يمكن أكبر وأطول من عمر دول. الآن ممكن دول سجلت في عصبة الأمم المتحدة نعيد الصحافة البصرية، اللي أكبر حدث حصل الأيام الأخيرة أو الشهرين الأخيرة هو بطولة خليج 25 بعد فراق 43 عام. أدت الصحافة البصرية والصحافة العراقية دورها بالكامل، وممكن نقلت صورة البصرة إلى العالم لكي تنقل صورة حسنة عن هذا البلد اللي عانى ما عانى على سنين طوال مضت من مآسي وحروب وتشويه صورة حقيقة للعراقيين، لكنه استطاعوا أبناء هذا البلد بكل أطيافهم أن ينقلوا الصورة الحسنة ويقولوا هذا هو العراق. فألف تحية لكل صحفي البصرة بصورة خاصة وصحفي العراق بصورة عامة من خلال هذا العيد، اللي إن شاء الله أنه كل ما يتقدم عام يكون زاخرا بإنجازات أفضل للصحافة العراقية. أقول للصحفيين مبارك عليكم عيدكم الوطني وهذه المناسبة الكبيرة التي أثرت بالشارع البصري وأثرت بالشارع العراقي. لدينا في الأسرة الصحفية البصرية أسماء كبيرة وأسماء مؤثرة، وحتى الشباب هم من يؤثرون في المجتمع ويؤثرون في المشهد بشكل كبير. مبارك مرة أخرى للصحفيين البصريين ولعموم الصحفيين. الكثير من الصحفيين طالبوا بتفعيل قانون حماية الصحفيين. قانون مفعل وإن شاء الله نقوم بتفعيله بشكل أكثر تأثيرا. نستغل هذه المناسبة لمرة أخرى نجدد مطالبنا للحكومة الاتحادية بتفعيل قانون حماية الصحفيين. الصحفي محتاج إلى حماية حتى ينقل الخبر بكل حرية وبكل شفافية ليصل إلى المتلقي بصورة صحيحة. إن شاء الله هذا القانون يتفعل بقادم الأيام، على اعتبار أن الكثير من زملائنا فقدناهم بسبب عدم تفعيل هذا القانون وعدم وجود حماية كافية للصحفيين ونقل الخبر بكل حرية. بالتالي اليوم نحث الجهات ذات العلاقة بأن يكون هناك تفعيل لهذا القانون لحماية الصحفي ولمصلحة المواطن. كل التحية وكل التوفيق لمؤسساتنا الإعلامية العاملة، سيما بيت الأول اللي هو المربط، المكان الذي تعلمت فيه مهنة الصحافة وبدأت فيه مشواري الصحفي. كل التحية لهم إدارة وكادرا.